أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص والتوعية ل 36 مليون و464 ألفا من السيدات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019. ودعت الصحة السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة. وذكرت الوزارة أن أكثر من 548 ألف سيدة تردّدن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المقدمة ضمن المبادرة، حيث تقدم المبادرة خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 من المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية للسيدات التي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم لهن.